حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن الريسكس، المخاطر. للدخول إلى نافذة المخاطر نضغط على هذا البوتوم على الريسك، أو من خلال الذهاب إلى البروجكت وضغط ريسك، ونستطيع بواسطة هذه الميزة من تعريف وتصنيف وإسناد المخاطر إلى الأكتيفيتيز وإلى الورك بريك داون ستراكشر. وهناك أنواع عديدة من المخاطر ممكن رؤيتها من الأدماين كاتيجوري، ومن الكاتيجوري تظهر لدينا هنا الريسك تايب. هذه هي الريسك تايب التي تأتي معرفة مع البرنامج، ويمكن إضافة أي ريسك تايب جديد من خلال الضغط على هذا البوتوم الأد وكتابة اسمه. نغلق هذه النافذة، والآن سأكون هنا في البروجكت ريسك نوع من المخاطر الذي ممكن أن يحدث. فمثلا عندما كنت أعمل أنا في شمال العراق في مدينة سليمانية، كانت هناك في فصل معين أو في فصل الشتاء سقوط كثير للثلوج، وبالتالي فإن العمل يتوقف لفترات من الزمن، وكذلك حدوث رياح شديدة. فأستطيع مثلا على سبيل المثال في فصل معين في فصل الشتاء أعلم أنه سوف تهب ريح كذا كذا، فأحدد نوع من المخاطر والأسميه، أضغط Add فيضاف هنا Risk Name، أكتب عليه مثلا سقوط الثلوج. سقوط ثلوج هذا الريسك نيم، ثم احدد هنا الورك بريك داون ستراكشر الذي سوف يؤثر عليه، والافضل انه سوف يؤثر على الاعمال الخرسانية فوق مستوى المنسوب الارضي. اغلق من الريسبونسبل مانجر، احدد الريسبونسبل مانجر وأحدد applies to resource إن أردت، وهنا risk type أضغط على هذه النافذة. هذه هي risk type التي حددتها من الأدمين قبل قليل. أختار الوذر وأسايم. طيب، ثم أذهب إلى description وأصف الريسك الذي سوف يحدث، مثلا سقوط الثلوج وسوء أحوال الجوية مما يؤدي طيب مثلا، ثم الامباكت. الامباكت هي أهم فقرة تقريبا، وحدد تاريخ الامباكت، والافرض انه يعني احدد له تاريخ معين متى سوف يبدا تاثير هذا الريسك. ثم هنا ادخل القيم التي ستسببها المخاطر اذا حدثت. فمثلا ان الليبر يونت احدد قيمه مثلا 30 يوم سوف يؤثر، طبعا هذا اليونت وليس الفعلي، يعني قد مثلا عندي مجموعة من الليبر، كل ليبر سوف يعمل مجموعة أيام، فهذه ليست بالضرورة 30 يوم إنما 30 يونت. المهم أكتب هنا النان ليبر كم ستكون ستؤثر عليها، طبعا هذه كلها تخمينات، وكذلك أخمن كم ستؤثر على الاكسبنسز، وأحدد هنا الـ probability احتمالية حدوث هذه
المخاط. طبعا هنا يكتب 50%، بالنسبة لي أقول 80%، لأنه غالبا ما تحدث هذه المخاطر عند سقوط الثلوج وغيرها. أكتب ال probability، وبالتالي في أوتوماتيكيا ال exposure تظهر هنا عندي، وهي حاصل ضرب probability في ال impact تظهر هنا. وهنا هذه ال impact activities تظهر لدينا كم activity تحت هذا ال work breakdown structure. طبعا يعتمد على اختياري أنا لل work breakdown structure. work breakdown structure، أي work breakdown structure قد اخترته نعم اثنان، وليس لأنني كنت قد اخترت جميع المشروع، هنا يظهر هذا رقم اثنان. طيب الآن الكنترول، هنا أضع خطط للسيطرة على هذه الريسكس. ما هي الخطط التي ممكن أن أسجلها؟ أكتب هنا الخطط التي يجب أن أعملها إذا حدث مثل هذا الحادث. طيب ولعمل ران أو calculate impact، تأثير هذا الامباكت على المشروع أو على ال work breakdown structure، أضغط على calculate فتظهر لدي هذه النافذة ال risk impact. تظهر لدي تأثير هذا ال risk إذا حدث. هنا مكتوب ال work breakdown structure، الفلة البادية العليا، الأعمال العليا، وهنا التاريخ وال resources إن ظهرت، وهنا impact activity، وهذه labor cost الكرنت كم، والامباكت كم ستكون، ومجموعها، وامباكت برسنتج. وإذا أردت أن أطبع هذا الشيت أضغط على برنت، وإذا أردت أن أغلقه من هنا. وبهذا أكون قد انتهيت من شرح الريسك أو بروجكت ريسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.